السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن النجاح من الكلمات التي تبتهج لها النفوس وتنشرح لها الصدور وتمتلئ القلوب لها بالسرور، لها بريق كالذهب لكنه أغلى، وطعم كالسكر لكنه أحلى، وشموخ كالجبال لكنه أعلى، مطلب يشترك في السعي إليه الجميع، فكلهم يحب النجاح ويسعى إليه، فهذا يريده في دراسته، وهذا يريده في وظيفته، وآخر يبتغيه في تجارته. النجاح في لغة العرب يأتي بمعنى الظفر بالمطلوب، وفي المصطلحات المعاصرة يحوم حول معنى تحقيق الأهداف. وإذا رجعنا إلى النصوص الشرعية نجد أنه قد جاء في بعض الأحاديث، ومنها الدعاء النبوي: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، رواه الطبراني، وقال الهيثمي: رجاله ثقات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاءل بسماع هذه الكلمة، فعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه إذا خرج لحاجته أن يسمع: يا راشد، يا نجيح. رواه الترمذي وصححه الألباني، وفي رواية: وكل كلمة حسنة. وكراهية التسمية بنجيح ليست لقبح المعنى، بل إن المعنى جميل، ولكن مراعاة لما كان عليه بعض العرب من التطير، فجاء في صحيح مسلم: لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول أثم هو فلا يكون. قال البغوي: معنى هذا أن الناس إنما يقصدون بهذه الأسماء التفاؤل بحسن ألفاظها ومعانيها، وربما ينقلب عليهم ما قصدوه إلى الضد إذا سألوا وقالوا أثم، يعني طرق الباب نجاح نجيح موجود، لا، فربما تشاءم بعض بذلك، فهذا سبب النهي، لا أن الكلمة بذاتها فيها شيء قبيح في المعنى. لكن كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يسمع ذلك وهو خارج لغزوة أو سفر، وكان من الأسماء يا نجيح. وقد جاء في حديث ذلك الرجل سواد بن قارب لما سأله عمر: ما أعجب ما جاءتك به جنيتك، يعني أيام الجاهلية، وكان الجن يسترقون الخبر من السماء: يا نجيح، يا جليح، أمر النجيح، رجل يصيح بلسان فصيح يقول لا إله إلا الله. وكان هذا مما استرقته الجن ومن الإرهاصات بين يدي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كثر الكلام في الأزمنة الأخيرة عن قضية النجاح وأسبابه وعوامله، وظهرت قضية الكلام عن إدارة الذات والنجاح والمهارات إلى آخره، وكثرت الكتب التي تتناول هذا الموضوع، وركب بعضهم موجة الثراء في طباعتها والقيام بالدورات التي تحوم حولها ونحو ذلك. لكن أهل الدنيا رؤيتهم للنجاح تختلف عن أهل الإسلام. فأهل الدنيا يرون النجاح أن تكون ثرياً، أن تكون مليونيراً مثلاً، أن تحقق منصباً مرموقاً أو شهرة إعلامية ونحو ذلك. وأهل الآخرة يرون أن النجاح والفلاح والفوز هو بالوصول إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ويريدون النجاح في الدنيا، نعم،
ولكن يريدونه ليستعينوا به على الوصول إلى نجاح الآخرة. يريدون نجاح الدنيا لأن الله قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ليستعينوا بنجاح الدنيا على طاعة الله، وليستعينوا بنجاح الدنيا على الأخذ بأسباب القوة التي فيها نصر الدين، ولأن نجاح الدنيا لا يتعارض مع نجاح الآخرة. لكن أهل الدنيا يقتصر كلامهم في موضوع النجاح على تحقيق الأغراض الدنيوية البحتة، وهكذا فيتحدثون عن النجاح في كسب الزبائن حتى في إجراء الاتصالات ونحو ذلك، وهممهم مقتصرة على الدنيا، وهمة المسلم تريد النجاح في الدنيا والفلاح في الآخرة. وفي قصة بئر معونة لما طعن حرام بن ملحان رضي الله عنه قال الله أكبر فزت ورب الكعبة، فأقسم على أن موته غيلة لأنه طعن من خلف هو الفوز، مع أنه في مقاييس أهل الدنيا ليس الهلاك فوزا. وهذا هو الفرق بين النظرة الشرعية للأمور وبين نظرة الغرب أو نظرة أهل الدنيا. فقمة الفلاح والنجاح عندنا تحقيق عبودية الله في الأرض والوصول إلى الفوز بالجنة. وقد كان نجاح أهل المؤمنون في قصة الأخدود نجاحا عظيما بثباتهم على دينهم مع أنهم احترقوا جميعا حتى ذلك الرضيع. والله سبحانه وتعالى وصف صبرهم بقوله ذلك الفوز الكبير. فإذا النجاح الحقيقي إرضاء الله، دخول الجنة. ولفظ النجاح لم يرد في القرآن الكريم، ولكن بمعناه ألفاظ أخرى كالفوز والفلاح. فقد وردت لفظة الفوز القرآن بمشتقاتها في أكثر من 20 موضعاً، كلها مقترنة بالنجاة من عذاب الآخرة والظفر بنعيمها، كما في قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وقول ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزاً عظيماً. وفي بعضها بيان أسباب الفوز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما ونحو ذلك. وأهل الدنيا يسمون التفوق في لعبة الجلد المنفوخة فوزا ويسمونه انتصارا، والنصر في الميزان الشرعي شيء آخر أعظم بكثير. والفلاح قد ورد في القرآن في أكثر من 40 موضعا، أكثرها مرتبط بالأعمال الصالحة كالإيمان والتقوى والتوبة والجهاد والذكر ونحو ذلك، وبعضها مقترن بنعيم الآخرة كقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، وقال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، أي المنجحون كما قال ابن كثير، المدركون ما طلبوا عند الله بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسله من الفوز العظيم، من الفوز بالثواب والخلود في الجنات والنجاة مما أعد الله لأعدائه من العذاب. وهذا الفلاح يتحقق لمن رجحت حسناته ولو بواحدة. قال سبحانه والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، فنجوا من النار وفازوا بالجنة. وقد ورد الفلاح بصيغة واتقوا الله لعلكم تفلحون، وفيها معنى الحصر أيضا لأن معناها اتقوا الله كي تكونوا من المفلحين. فالفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه،
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون الآيات. ومن تعاطى أسباب الشر لا يكون مفلحا أبدا، إنه لا يفلح الظالمون، إنه لا يفلح المجرمون، ولا يفلح الساحرون، ولا يفلح الساحر حيث أتى، إنه لا يفلح الكافرون ونحو ذلك.